طول ما هو عنده حلقات مختلفه تقدر توفر له داخل الصناعه. طبقها واعتقد هيكون مردود ايجابي كبير جدا على كابتن جيل معدة يدوس الاهلي بدل صح. هل هيدفع فلوس؟ ده بيعتبر زي مشروع رائد عن ازاي هيتم تعميق صناعات اخرى. يعني ده فرص كتير، يعني هو هيخلق من جواه حاجات كتير قوي هيبقى فيها فرص للاستثمار، وكل دي بتوفر وتوفر في يعني الوفر ده بيرجع للمصدر الاساسي. احنا عندنا في مجال الشركات اللي بتعمل في مجال التصنيع الغذائي 4807 شركة، طبعا استثمارات ضخمة كبيرة يعني بتعدي العشرة مليون دولار، ده في القيمة الإسمية بتاعتها، ولكن طبعا يتفوق هذا كاستثمارات إجمالية. في مجال الألبان عندنا 329 شركة مرخص لها باستثمارات حوالي 4 مليون جنيه، ولكن قيمة الاستثمارات بتاعتهم، بتكلم على رؤوس الأموال، قيمة الاستثمارات بتتخطى هذا، لأن أحد الشركات المطروحة في البورصة كانت قيمتها فوق ال 250 مليون. عشان برضه يمكن ما وضحتش النقطة في الأول،